كن صادق القلب مع الله، لن ينفعك أحد من دون الله، ستموت وحدك وتقبر وحدك وتسأل في القبر وحدك وتبعث وحدك وتنشر وحدك وتعرض على ربك وحدك وتمر على الصراط وحدك وتحبس إن أذن الله بدخولك الجنة على القنطرة وهي طرف الصراط مما يلي الجنة وحدك، وتدخل الجنة وحدك أو تعذب في النار وحدك، لن يعذب عنك أحد، فاحمل مسؤوليتك. الحياة ليست مبنية على التهريج، لا وقت للتهريج والعبث، الحياة ثوان معدودة لابد أن نستغلها. وتأمل في حال إنسان تصفه أنت بالعطب، يمر في طريق يجد درة ويجد بعرة، فيلتقط البعرة ويدع ويترك الدرة، هذا سفيه. لحظة تمر منك تأتي خزانة فارغة يوم القيامة، فكيف إذا وجد في الخزانة ما يضرك؟ إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يضحك بها جلساءه، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه، وفي المقابل ما يرضي الله. الحياة صعبة، محنة ليس فيها عبث ولا هي بمتحملة للعب. تأمل في حالك وخذ بقول نبيك صلى الله عليه وسلم، واحرص على ما ينفعك. إن كان التهريج ينفعك هرج، إن كان العبث ينفعك اعبث، إن كان تضيع الوقت ينفعك ضيع وقتك ما دام ينفعك. فأما إذا كان سيمر ويكون عليك وبالا وينزل بك ضررا، يعني لن يمر لا لك ولا عليك، لو مر لا لك ولا عليك فهو أهون. كثير من الناس يضيعون أعمارهم فيما لا يفيد، لأنهم لا يحترمون الوقت أصلاً.